حياكم الله. بس نظرة عامة عن الكورس. الكورس مخصص للي عنده فكرة وحابب يحولها إلى مشروع، فتحليل الفكرة وتحليل هل تصلح هذه الفكرة إلى أن تكون مشروع أو لا. فالنقاش حيكون على هذا الموضوع. إذا أنا عندي فكرة، هل هذه الفكرة أول شيء تناسبني كشخص؟ ما هي مؤهلاتي؟ ما هي القائمات التي عندي اللي ممكن تساعدني أحول الفكرة هاي إلى مشروع؟ فتحليل شخصي أول شيء، لأن تحليل الفكرة نفسها، إيش الفكرة، مين، إيش المشكلة اللي تنحل بالسوق أو الفرصة اللي تعطيها للزبون في السوق، من هو الزبون، ليش حيشتري منك، ليش أنت، ليش مش من غيرك، المنافسين، تحليل مالي، فهل ممكن تعمل فيها ربح، هل فيها ما فيها ربح، كم حبة لازم تنباع أو كم خدمة لازم تنباع عشان توصل للقيمة، قيمة الربح اللي أنت تركض وراها، ما القيمة المميزة لك في البضاعة أو في الخدمة هذه إلى السوق. بعدين بدك تاخذ المعلومات هذه كلها، تفكر هل احتاج تمويل، ما احتاج تمويل، هل ممكن امولها شخصيا، هل ممكن امولها عن طريق الزبائن. وبعدها تحط التحليل هذا الشخصي من بدايتها، كتحليل شخصي لإلك، تحليل الفكرة، تحليل السوق، تحليل العميل المستهدف أو الزبون، التحليل المالي، جمعها بعض، تقول هذه الفكرة إن شاء الله ممكن أمشي فيها، وهي دقيقة أو دقيقتين عن الفكرة، بلمحة عنها كيف أنا ممكن أبدأ في المشروع. هذا بشكل عام نظرة عامة عن الدورة هذه. الله يعطيك العافية أستاذ فارس. إحنا بانتظار الحضور لمشاركاتهم، بإمكانكم استخدام الشات أو استخدام أيقونة الـ Question and Answer الموجودة في الأعلى. هل فيهم يستخدموا الصوت ولا بس كتابة؟ تفضل الأسئلة أن تطرح على الـ Question and Answer Pool. طبعا هذه تجمع الأسئلة، ممكن أنك تجاوبها عليهم شخصيا صوتيا أو عن طريق الكتابة. فبخصوص الحضور بإمكانهم استخدام هذه الخاصية question and answer وطرح أسئلتهم. شكرا للسؤال. أول سؤال، السؤال هل في طريقة معينة لطلب المعرفة في حجم السوق أو في حجم الطلب، وكيف أحسب مقدار مبيعات متوقعة للمنتج؟ المثال أعطاه المكتوب، أريد أن أفتح سوبر ماركت أو مطعم في منطقة، كيف أحسب المبيعات المتوقعة؟ بشكل عام حسابات المبيعات ممكن تكون في ما يسمى في من فوق لتحت أو من تحت لفوق. من فوق لتحت أنت نظرة عامة عن المنطقة، خلينا نفكر أنه في المنطقة مثلا مليون شخص ساكن في المنطقة. من فوق لتحت يقول الطريقة أنه من عندك مليون، هيجيك ما بين 1 لـ 3% أو 5% من السكان المنطقة للمطعم، فمعناته نسبة 10,000 شخص ممكن تدخل المطعم سنويا، فمعناته نسبة المبيعات في حجم بالعادة كل زبون راح يجي بحدود 20 ريال لكل زبون، معناته 20 ريال ضرب 10,000 شخص بيعطيك السوق أو حجم المحل اللي ممكن يوصل له خلال أول سنة. الطريقة الثانية اللي هي ما يسمى من تحت لفوق، اللي هي إذا أنت كنت عن صحيح خبير في الموضوع وشغال كنت في مطعم، وتعرف أنه لكل شخص يدخلك الزبون يدخل المطعم تحتاج ما يعادل 3 أشخاص وراء، ما بين طباخ ومحاسب وجرسون يكونوا موجودين، وهذول الثلاثة ممكن يتحملوا مثلا 50 شخص لو دخل المطعم، بس إذا إجا 51 لازم تجيب طباخ ثاني أو جرسون ثاني. فبتبنيها من تحت لفوق على البناء على حساب انه عندك 16 طاولة، كل طاولة فيها تاخذ 4 اشخاص بالعادة، ممكن حسب خبرتي في السوق خلال الاسبوع في ايام ممكن تتملى كل الكراسي، في ايام نص الكراسي، في ايام بيجوا في اكثر من وجبات من غير ما يكونوا قاعدين ياخذوها لاكل في المنزل. فحسب معرفتي للسوق باليوم، مثلا الأحد حيكون مبيعاتي كذا، يوم الاثنين حيكون مبيعاتي كذا، يوم الثلاثاء حيكون مبيعاتي كذا، بناء على حجم المحل ولا حجم الطلب اللي أنت تتوقعه من خبرتك ووجودك في السوق. هذه الطريقة الواقعية لحساب المبيعات المتوقعة.
السؤال هل بإمكاني أن أدخل في ريادة الأعمال وأنا طالبة في ثاني ثانوي؟ ريادة الأعمال ما لها حدود، هي طريقة تفكير أو mindset إحنا بنسميها بالإنجليزي، يعني طريقة تفكيرك في الموضوع، إيش ما لها دعوة في أي سنة أو في أي عمر أنت موجود، سيكون الرجوع لإلك شخصيا أو لإلك شخصيا في هل بدك تدخل ريادة الأعمال أو المبادرة أو لا. من ناحية الكانفاس، في البيزنس مال كانفاس ومحطوط اللينك تبعه خلال الكتيب الموجود المتوفر خلال الدورة، ممكن تروح على steveblank.com وحاطط هو البيزنس مال كانفاس اللي هو نموذج الشركة أو العمل التجاري، وهي عبارة عن 9 مربعات أو مستطيلات أو خانات تعبي فيها فكرتك خلال كلمات بسيطة وتشرحها خلال صفحة أو صفحتين على كيف وصلت لها المعلومات هذه. هذه موجودة خلال الكتيب اللي متوفر لكم خلال الدورة هذه. السؤال هل ممكن عن مراجع لكيس ستدي أو دراسة الجدوى عربي أو إنجليزي؟ أظن في عندكم الكيكي يو أكس في أكثر من مرجع ممكن تراجع عليه، وبرضو في أكاديمية اسمها حاسوب أكاديمي بالعربي متوفرة، ممكن تحصل على أكثر من كيس ستدي أو دراسة جدوى، وفي كمان منصة wamda.com برضو بالعربي متوفرة، فيها قصص عن المبادرين، فيها كيس ستديز عن المبادرين في المنطقة العربية شاملا. أستاذ فارس أعذرني على المقاطعة، لكن كان هناك اختفاء في الصوت، فآخر سؤالين لم تكن الإجابة واضحة عنها، اللي هي رجوع لكتاب المحيط الأزرق، والسؤال الآخر اللي هي أهم خطوة في مشوار ريادة الأعمال. إجابة بشكل مقتضب. حاضر. ما في اعتذار. السؤال الأول ما فهمت صراحة السؤال بالضبط بالمحيط الأزرق، لأنه هل هو حيكون مؤلف لكتاب جديد، هل هذا سؤاله، ولا هو هل عنده خدمة أو بضاعة أو منتج راح ينتجه وبدي يعرف كيف يغيره عن الموجود؟ فهذا سؤالي لإله عشان يوضح الصورة عشان أعرف أجابه صح. السؤال الثاني، أهم خطوة في المبادرة إنك تبدأ. إذا ما بديت كله كلام، إذا بديت تصير تتعلم من اللي بتسويه وممكن تستفيد من ردة الفعل للسوق لإلك. أنا أعرف أنه لما تبدأ البزنس، كلنا بنعرف أنه ما فيك تبدأ، أنه تبدأ البزنس هيكون في مخاطر، الهدف أنه تقليلها. لما تكون برضو عندك خبرة في الموضوع حتساعدك أنك تقلل من المخاطر اللي ممكن تدخلها في الموضوع. لما يكون عندك منتورز أو مستشارين أو أشخاص يساعدوك في الموضوع حتقلل من أنه المخاطرة في البداية. هذه كلها نقط ممكن تساعدك في قلل المخاطرة. أهم نقطة فيها أنك تبدأ بشخصيتك وإيش قدراتك وإيش ناقصك عشان تبدأ الشركة، وبعدين تمشي بالخطوات اللي مشينا فيها خلال الدورة هذه. السؤال، إذا عندي مشروع باكيجات في السوق معروفة ونفسها عند الكل، فكيف أقدر باكيجات مختلفة؟ نعم، السؤال طبعا عميق، إجابته مستحيل خلال ثواني، بس بشكل عام بدك تبدأ بتحليل إيش المشروع تبعك وإيش الباكيجات اللي أنت عاملها لمين. إذا أنت مش عارف الباكيج هاي مين العميل المستهدف، صعب أنك تميزها ما بينها وما بين الغير الموجود فيها بالسوق. فلو أنت عندك باكيجات مثلا لطلبة الجامعة المتخرجين من كلية الهندسة واللي عايشين في منطقة صغيرة، حيكون عندك سهولة أو أسهل أنك تعطيلها مميزاتها وفائداتها لهذه الطلبة، وساعتها ممكن تكون مختلفة عن الموجود في السوق في الطريقة أنه أنت صممتها للأشخاص هذه خاصة بسبب ألف باء تاء ثاء، أو بسبب خبرتك، أو بسبب أنك أنت واحد منهم، أو بسبب معرفتك في السوق.
عفوا والله ما فهمت السؤال، اللي هو هل يشترط الشغف في نوع العمل التجاري، وماذا عن العكس؟ لو توضح السؤال أشكرك. السؤال، إيش الفائدة لما تكون عارف المنطقة ريفية صحراوية غيرها؟ كل ما كنت عارف السوق ومين العميل المستهدف، كل ما قدرت توصلهم وقدرت تعرف إيش ليش هم حيشتروهم منك أو لا. إذا بدك تفتح شغل عشوائي، أنا دائما بقول للناس إنه مش غلط، الله معك. إحنا بنحاول في كل هدف من الدورة هذه إنه نقلل نسبة الخسارة اللي ممكن تحصل عليها، ونقلل من المخاطر اللي أنت ممكن تدخل فيها. في ناس كثير بدوا عشوائيين وبعدين تعلموا كيف يركزوا وين ينتبهوا وين يمشوا. لأنك سجل في الدورة هاي، إن شاء الله تكون استفدت إنه تركز في الأول، فبدل ما تبدأ بالعشوائي تبدأ بالتركيز وتكبر حسب ما أنت تشوف إيش السوق يتقبل وإيش السوق يدور عليه. فمعرفتك للمنطقة هتساعدك كيف تعرف تتعامل مع الزبون، كيف تتكلم مع الزبون، كيف تبيع للزبون، والزبون يعرف ليش أنت انتج المنتج لإله، سواء المشكلة اللي أنت بتحل له إياها أو الفرصة اللي أنت بتعطي له إياها. السؤال على الجانبي، ما هي الدولة رقم واحد في ريادة الأعمال دوليا وعربيا؟ البنك الدولي من واشنطن دي سي يصدر أرقام على هذا الموضوع، ما عندي آخر ريبورت، فأظن ممكن تدور عليه خلال جوجل. وأوصو في شركة منظمة اسمها كافمان فاونديشن تسوي نفس النظام، تصدر سنويا الدول اللي هي فيها نشاط ريادة الأعمال عالميا. ممكن خلال ثواني بس نخلص أبعث لكم البي دي اف بالإنجليزي، متوفر عندي. الوورلد بانك، البنك الدولي، بيعملها أظن متوفرة بالعربي. لكن المبادرة بشكل عام، عشان أكون صريح معكم، خلال شوفتي السنوات اللي فاتت تقريبا 60 دولة عالميا، مبادرين موجودين في كل دولة، والمبادرين ما بيدوروا على وين أسهل، المبادرين بيدوروا على إيش المشكلة أنا بحلها بالسوق، وإيش الفرصة اللي أنا ممكن أحلها أعطيها للسوق عشان أبدأ فيها. فلو تركز على هذه النقط، ركز على الأشياء اللي أنت ممكن أنا بدأ أسميها الكنترول، الأشياء اللي أنت ممكن أنت بيديك تمسكها أو فيك لك عليها تحكم، ركز على أنت تتحكم فيه، ما تركز على إيش أنت ما فيك تتحكم. في أشياء كثيرة ما فيك تتحكم فيها، سواء في أحسن دولة للمبادرة أو سواء في أسوأ دولة للمبادرة، في أشياء ما فيك تتحكم فيها، ركز على إيش فيك تتحكم وأركض وراه. في سؤال ثاني، أهم نقاط ربط رياد الأعمال بأقسام العلوم التطبيقية. هذا كورس ثاني كاملا إنك كيف تربط بالإنجليزي technology commercialization، اللي هي تأخذ فكرة يعني علمية وتحولها لمبادرة. بشكل عام نفس النقط بدك تحاول تركز عليها، إنه إيش الفكرة العلمية، إيش المشكلة اللي هذه الفكرة بتحلها فيها للسوق أو الفرصة اللي تعطيها للزبون، وتحللها بطريقة نفس الطريقة اللي هي إيش مقومات الشخصية، هل تناسبني أو ما تناسبني، مين السوق، مين العميل، إيش التكنولوجيا اللي زيها شبيهة لها في السوق، كيف مختلفة عنها، وهكذا. سؤال التوضيح، السؤال على التقنية في السوق أو في مدارة المطاعم مثلا. العمل التجاري التقني، في إن يكون عندك تقنية في المطعم مو شرط طبعا، لكن المطعم من غير طباخ مش مطعم لكن ممكن تحاول تجيب شريك لك أو شخصية تحب الطبخ، أو أنت تكون حابب تدخل في هيك موضوع. أنا دائما بقول السبب الوحيد إنك تكون حابب النقطة هاي وحابب الشغل، لأنه حتواجه صعوبات. إذا أنت مو حابب الشغل، أول صعوبة حتواجهك أنت حتتركها وتمشي. لكن إذا شغلك هذا وأنت بتحبه وحابب يشوفه يمشي، لأنه أنت شايف له فائدة للسوق، له فائدة للناس، له فائدة للزباين، حيفيد المجتمع، حيفيد اللي حيجي عندك،
ساعتها لو اجت لك صعوبة او واجهت مشكلة، ما حتدور كيف تطلع منها، لا حتدور كيف تحلها، كيف تمشي بحل المشكلة. فحبك لشغلك سواء تقني او سواء تجاري لازم يكون في يعني نوعا ما أهمية له. السؤال اللي بعده في ممكن نطلع عليها كمواقع تحليل بيانات الإحصائيات. أظن في أكثر من بيانات للعميل السعودي بالسعودية، الإحصائيات موجودة في وزارة، أظن في أكثر من وزارة مسؤولة عن هيك النقط، وممكن نحط لكم كم من لائحة بعد النقاش هذا إن شاء الله خلال يومين ثلاثة، نحط لكم مصدر أو مصدرين عن طريقة التعرف على بيانات العميل السعودي. السؤال على رأيي في أي مشروع، أنا بشكل عام ما أحب أعطي رأيي الخاص لأنه ما بعرف عن مشروعك ولا عنك أكثر من الثواني اللي أنت أعطيتني فيها لمحة عن طريقة وشغلك. فبشكل عام دائما بقول للناس أنت بدك تحكم هل الفكرة هذه تناسبك ولا ما تناسبك، وبدك تراجع النقط اللي احنا ناقشناها خلال الدورة، هل هذه النقطة تناسبك شخصيا أو لا. إذا ما تناسبك إيش المشكلة، مش إنه ما تسويها لكن إيش المشكلة فيها أو إيش ممكن تحل فيها، هل الزبون يناسبك أو لا، هل الزبون تناسبه الحل اللي أنت مقترحه ولا لا. يعني هذه الطريقة التحليلية الخمس ست نقط اللي نتكلم فيها خلال الدورة لك تحاول تجاوبهم، بعدين ممكن نتناقش أكثر في هل المجال اللي تكلمت فيه يناسبك بشكل عام تروح وراه ولا لا. لكن السؤال إنه هل إيش رأيك في إن أفتح محل كاميرات أو محل فيديوهات، ما يعني أظلمك لو جاوبتك آه أو لا، لأنه ما بعرف أنت وين أصلا، ما بعرف إيش السوق اللي حواليك، ما بعرف مين منافسينك، ما بعرف إيش خبراتك، ما بعرف مين الزبائن اللي حتروح وراها. لما تصير تعرف الأجوبة هاي ساعتها ممكن نناقش إنه هذه الفكرة فيها شغل ولا ما فيها شغل. سؤال عن المراجع محاسبية مقترحة للشركة الناشئة. المراجع اللي أنا أعطيتها خلال النقاش هذا سواء هي حاسوب أو سواء الـ KKUX فيها مراجع للشركات الناشئة، وفي كمان كافمان فاونديشن في عندها كورس متوفر أونلاين مجانا فيك تاخذه على الشركات الناشئة كيف تطورها، وفي أكثر من كورس موجود في السعودية كمان خلال سواء بادر أو شركات زي بادر موجودة في السعودية ممكن تساعدك في هذه النقطة. عفوا أنا مو فاهم سؤال، أقصد رأيك بفكرة الأمسية التعريفية، لو توضح بالله الصورة أشكرك أو أشكرك. نفس الشخص أنامنس مو ما بعرف واحد أو واحدة أو أخت أو أخت، لو تحاولوا تفسروا لي السؤال عشان أعرف أجاوبكم لأنك بدأت ما شاء الله عليك، إن شاء الله بالتوفيق. بس لو تسأل السؤال مرة ثانية، السؤال هل في السعودية هل يوجد ترتيب للإجراءات الحكومية لمن أراد البداية من الصفر إلى مشروع تجاري؟ أظن شركة أو منشآت بشكل عام في عندها أكثر من ويب سايت ممكن يساعدكم بهذه الطريقة، فأظن لو تراجعوا منشآت سايت بيكون فرصة لكم في البداية عشان تعرف إيش الإجراءات الحكومية المطلوبة منك. ولو رحت عند الحاضنة بادر أو مؤسسات شبيهة لها ممكن برضو يساعدوك في هذه النقطة. هل في السعودية يوجد ترتيب الإجراءات الحكومية؟ الإجابة منشآت بيكون نقطة ممكن تساعدك فيها، عندهم أكثر من ويب سايت فيها تفصيل كيف ممكن يساعدوك، وشركات زي بادر أو حاضنات زي بادر ممكن تساعدك في هذه النقطة. أظن جاوبنا هذا السؤال، هل في السعودية يوجد ترتيب الإجراءات الحكومية؟ بادر بتكون نقطة منه، أو منشآت برضو منطقة ثانية ممكن تساعدك فيها. أنا ما أظن فاهم السؤال، تقصد أنه لو حابب تعمل تطبيق جديد على الآيفون
تقصد انه حتفتح اب؟ اذا هذا السؤال يعني الاب ستور اظن يوميا مئات والاف الابس، فممكن يعني اظن السوق واسعه وكبيره، كل ما صغرت او عرفت انت مين تستهدف كل ما كان طبعا اسهل لك واحسن لك. في شخص يسال اطلع على كودكس يقدمون خدمات تقنيه للمطاعم، فكرتهم حلوه. ما انا صراحه مو خبير في نقطه ايش بيقدموا كودكس للمطاعم. الافكار سهله والافكار كثيره، الاهم تطبيقها. هل في سؤال احنا ما انتبهنا عليه او ما جاوبناه؟ كيف اعرف حجم السوق؟ سؤال كيف اعرف حجم السوق والمنافسين؟ حجم السوق تكلمنا فيها في البدايه، في طريقتين، من فوق لتحت او من تحت لفوق. من تحت لفوق خبير في الموضوع، فعندك معرفه في السوق، فعندك معرفه كم شخص متطلب لأنك تكفي السوق وما يطلبه. الطريقة الثانية هي ما يسمى من فوق لتحت، إنه عندك مليون شخص في المدينة تتوقع ما بين 1-5% ممكن يجوك منهم، ضرب الرقم المالي المتعدل، مش يعني مش حتبيع أنت أكثر أكيد من الضاعة، لكن معدل عن كل زبون حيدخل عندك حيدفع مثلا 20 ريال، 20 ريال ضرب 10,000 شخص اللي ممكن يجوك، بيعطيك الحجم السوق السنوي للبضاعة. المنافسين بدك تكون داخل السوق، بدك تسأل، بدك تكون حرك في الموضوع. السؤال هل يوجد جهة تعطي المتوفر في السوق؟ من التطبيقات، لأنني لاحظت تشابه في التطبيقات. أظن أنه كل أكيد في إحصائيات وأكيد في وزارة التجارة كل الشركات لازم تسجل شغلها أو طبيعة شغلها، بس بشكل عام فكرة أنه يكون السوق فيها منافسة هاي فكرة من زمان. لو تفكر بسوق السمك، من أول يوم المنافسين بيبدو، وبالعكس كل ما زاد المنافسين كل ما زادت معرفة أنه موجود سوق لهذه النقطة. إذا ما في منافسين ممكن الواحد يفكر أنه ليش ما في منافسين؟ هل في مشكلة في السوق أو في مشكلة في البضاعة أو في مشكلة أنه الزبائن ما يقدروا أو يقيموا الخدمة هذه؟ فالمنافسة جيدة. واختلافها كل ما كنت شاطر في فهمك لموضوعك مين الزبائن تبعتك، كل ما بالعكس كل ما زادوا المنافسين كل ما زادوا زباينك، لأنه الزباين تيجي عن طريق معرفتها أنه في سوق لهم أو في أشياء متوفرة. كيف أنشئ علاقات كويسة مع السؤال كيف أنشئ علاقات كويسة مع المنافسين؟ معظم المنافسين عالميا بيكون عندهم يعني جمعيات أو جمعية تعاونية مع بعض. فمثلا المهندسين، في عندك جمعية المهندسين، الدكاترة عندك جمعية الدكاترة، فعندك Chamber of Commerce غرفة الرياضة، في مثلا في الرياض غرفة الرياضة في أبها. معظم المنافسين بعرف أنه بدك تكون عارف مين منافسينك، لأنه إذا أنت مش عارفهم السوق ممكن يخرب منهم، لأنه إذا صاروا يخربوا بالسوق خربوا سمعتك معاهم لأنه أنت جزء منهم. فهذه نقط يعني أظن إذا بدك تشوف إيش في جمعيات موجودة في المنطقة أو رابطات لبعض عشان تكون عندك علاقات معهم، سواء شهريا غداء مع بعض أو سواء قهوة مع بعض مرة بالشهر أو مرة بالسنة. بس بالعادة هيك في يسمى conferences أو هيك أشياء بتكون واقعية لتعرف تكون للمنافسين بعضكم لبعض. إن شاء الله إحنا بنجاوبكم وإن شاء الله الأجوبة واضحة. إذا مو فضلكم يعني اسألوا مرة تانية، ولو في إذا ما كان في روابط للمنافسين شخصيا ممكن أنت تقدم مجال للمنافسة أو دعوة لهم. ودائما بقول ما بدك يعني في أكيد في ناس ما بدهم يتكلموا، لكن بالعادة أقلية الناس اللي حيتكلموا أكثرية، فدور على اللي حيتكلم معك أو حيساعد معك أو حي إنه حابب يتعرف عليك وابدأ فيهم.
ما فيك تجيبهم كلياتهم يمكن، لكن فيك تجيب مجموعة حلوة منهم، إنك تصير مجموعة مع بعض تشتغلوا مع بعض تتعاونوا بعض. هل في أي سؤال أو استفسار؟ أنا عارف الوقت متأخر، أشكركم على حضوركم ونقاشكم وتعاونكم، وإن شاء الله تستفيدوا من الدورة وتستفيدوا من بعض. السؤال: إيش أفضل طريقة تسويقية؟ كل ما عرفت مين السوق المستهدف ومين هيستهدف في البداية كل ما كان أحسن. فأفضل طريقة من وجهة نظري أنك تحدد مين الأشخاص أو الشركات اللي أنت ناوي تستهدفها، وكل ما صغرتها في البداية كل ما كان أسهل أنك توصلها، وتعدل شغلك عشان توصل الأشخاص هذه. فمثلا لو أنت حتفتح مطعم لطلبة الهندسة كلية الكمبيوتر مثلا، ساعتها سهل أنك تروح تستهدف الطلبة هاي، لأنه عندك جامعة واحدة حتروح عليها وتستهدفهم وتشوف هل في رضا أو ما في رضا منهم، وساعتها تعرف كمان وين ممكن يكونوا موجودين طول اليوم، فممكن التسويق لهم يكون أسهل وأسرع وأفضل، لأنه ردة فعلهم حتكون عليك يعني مباشرة، وفيك تتعلم من ردة الفعل. فأفضل طريقة للتسويق اللي هي تكون أنت عارف العميل المستهدف وين موجود، وكل ما عرفت عنه أكثر كل ما سهلت أو تسهلت لك الوصول إليه. السؤال: تحديد الفئة المستهدفة، نفس السؤال بطريقة مختلفة. فتحديد الفئة المستهدفة: كل ما كنت أنت عارف السوق وما تطلباتها وإيش الزبون يتطلب، كل ما حددت الفئة. مو شرط أن يكون عندك فئة واحدة، ممكن يكون عندك أكثر من فئة. طلبة الهندسة فئة واحدة مثلا، المتقاعدين فئة ثانية، فأنت بتبدأ في فئة وتركض وراهم لغاية ما تعرف هل يتقبلوا ولا ما يتقبلوا بضاعتك وإيش ردة فعلهم عليها، ساعتها ممكن تروح للفئة الثانية. بس كل ما حددت الفئة كم تركض وراها في البداية، كل ما سهلت لك أمور أنه تكون أخطائك أقل أو تعلمك أسرع. السؤال: كيف أعرف أن الفكرة ناجحة ولها مستقبل في التطبيق؟ أسهل طريقة أنك تبدأ. لما تبدأ بالسوق حتتعلم على السريع هل أن الفكرة ناجحة ولها مستقبل ولا لا، حسب الطلب وحسب ردة فعل الزبائن. السبب من الدورة هاي أنك تحاول تقلل من خسارتك أو تقلل من معرفتك الخطأ في أنك أول شيء تكتب ما تتوقع حيكون موجود في السوق. أظن أنه المشكلة في السوق كذا، أظن أنه حلها كذا، تروح تكلم زبائن تشيك على الموضوع هذا وتشوف إيش رد الفعل، وترجع تعدل في تطبيقك أو في تفكيرك عشان تواجه الفئة اللي أنت حابب تروح وراها. أظن أن المهندسين في كلية الهندسة الكمبيوتر حيشتري مني. لما تروح تلاحظ أنه ولا حد مهتم في النقطة اللي أنت حكيت فيها، لك تقول أوكي ممكن دكاترة يهتموا أكثر، يمكن أساتذة يهتموا أكثر، تغير الفئة عشان تعرف أنه هل ممكن تركض ورا الشغل هذا ولا لا. السؤال: ما هي الموضوعات الجديدة والأفكار الحديثة في ريادة الأعمال؟ يعني ممكن نعمل دورة كاملة على النقطة هاي، بس بشكل عام أظن أنت تقصد هل في طرق جديدة للأشخاص يتعلموا فيها؟ في أكثر من طريقة، بس بشكل عام المبادرين بيحبوا يكونوا تطبيقيين وعمليين، وما بيحبوا نماذج بعيدة عنهم، بيحبوا دائما نماذج منهم وفيهم. وطريقة النقاش ويكون إنه ما يسمى hands on أو متفاعلة أو تفاعلية تكون مهمة جدا لهم. وفي أكثر من كتاب أو كتيب مكتوب عن هذه النقطة، من business model canvas ل personal canvas ل اللي هي نموذج العمل التجاري لنموذج الشخص التجاري، والقائمة طويلة. أخ رياض، في أي أسئلة ثانية أو استفسارات أنا ممكن مرت عليها ما انتبهتش عليها؟ في أي شيء ثاني أنا حاضر. الله يعطيك العافية أستاذ فارس، وشكر موصول لجميع الحضور اللي أثروا الجلسة بالأسئلة. يبدو لي وصلنا لنهاية حلقة النقاش.
أشكركم جميعا على الحضور، وحقيقة جلسة كانت ثرية جدا بالأسئلة وبالإجابات من الأستاذ فارس، الله يعطيه العافية. إن شاء الله نلقاكم في جلسات قادمة في مواضيع مختلفة، ونتطلع إن شاء الله لوجودكم معنا دائما. أشكركم كلياتكم لحضوركم وتعاونكم، وأشكركم لتسجيلكم في الدورة، وأتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نعمل جلسة ثانية خلال الدورة هاي لزيادة الأسئلة والأجوبة من بعض، إن شاء الله نستفيد من بعض. شكرا لكم، وشكرا للجامعة لتعاونها في الموضوع.